نكتب فيها لأنه خلاص يمكن توقع الفكرة صارت واصلة وتكررت. أيوة شو مثلا هذا الجذر التربيعي لاثنين تكعيب، هو بتقدر تكتبه على شكل يعني هنا ايش سوى هو؟ قال ما هو هذا جذر اثنين اس ثلاث وهذا جذر اثنين اس اربعه، طب ما هو الاساسات متساويه اذا تجمع الاسس بتصير ثلاث زائد اربعه صار جذر اثنين اس سبعه. اختصرها يعني خلاهم يصيروا كم جذر؟ جذر واحد. نفس المبدا هون، هنا جذر ثلاث جذر ثلاث، الاساس متساوي الاسس مختلفه لكنها قسمه العمليه، في القسمه تطرح الاسس اذا صار جذر ثلاث. نفس الكلام هون، جذر خمسة جذر خمسة، الأساسات متساوية تجمع الأسس، سالب أربعة زائد ثمانية بيطلع أربعة، خمسة أس نص لأنه الجذر هو عبارة عن خمسة أس نص في أربعة بصير خمسة أس اثنين، خمسة اثنين خمسة وعشرين. إذا إذا كان في إمكانية للتبسيط أوصلها لصورة عدد طبيعي مش غلط، ما قدرت تظل جذور عادي جدا. طيب جد قيمة كل مميل، يلا التدريبات. يلا جذر 8 في جذر 18، هسا في ناس ممكن يجي يعمل ايش؟ يضرب 8 في 18، يعني ها 8 ضرب 18 8 في 8 64 8 في 1 8 14 ترى 144، يعني هي كانها جذر 144 وجذر 144 يساوي 12، هي طريقة إذا حبيت، هيك لا استخدمت أسس ولا طبقت قوانين أسس. طب لو حبينا نستخدم الأسس، إيش بنسوي؟ بنقول الجذر التربيعي للثمانية هو عبارة عن هاي كانت ثمانية أس واحد، أوكي؟ إذا هاي ثمانية أس نص، لأنه هاي دليل الجذر دائما لما يكون مكتوب يعني بتكون اثنين. طب الثمانية عبارة عن اثنين أس ثلاث، وهون صارت مرفوعة القوة نص، يعني صارت اثنين مرفوعة القوة ثلاث على اثنين. هاي أول معلومة، إذا جذر ثمانية كتبتها عبارة عن اثنين مرفوعة القوة ثلاث على اثنين ضرب. يلا خلينا نكتب جذر 18. ال 18 بنقدر نكتبها 18 مرفوعة للقوة 1 على 2 هي أس نص، لكن ال 18 كيف تنكتب؟ تنكتب 6 ب 3 أو 9 ب 2. طب 9 ب 2 يمكن أحسن لنا، هون مرفوعة للقوة نص، طب 9 اللي هي 3 تربيع ضرب 2، شوف حولت كل شيء لأسس، كان 2 أس 1 الكل مرفوع للقوة نص، الآن الأس بتوزع على كل واحدة بصير 2 ضرب نص 1 3 أس 1 ضرب 2 أس نص، فصارت المسألة هيك 2 أس 3 على 2 ضرب 2 أس نص، حطيت بس 2 جنب بعض ضرب 3 أس 1، لأن 2 أس 3 على 2 ضرب 2 أس نص بنجمع الأسس لأنه ضرب العملية والأساسات متساوية، فبصير كأنها 2 أس 4 على 2 ضرب 2 3 ويساوي 2 أس 4 على 2 اللي هي 2، يعني 2 أس 2 ضرب 3 ويساوي 4 ضرب 3 ويساوي 12. طبعا لاحظ الطريقة الأولى كثير سهلة يعني لو أني حافظها، لكن احنا هون قاعدين نتدرب على أن كيف نحول لأسس ونتعامل مع الأسس بعدة طرق. يلا نفس الكلام الجذر التكعيبي 343 على 1311 1331 عفوا، بس كنت تعرفوا لي أنه 1331 هي عبارة عن 11 تكعيب و343 مين بيعرف هي عبارة عن ايش تكعيب؟ خلينا نجرب نشوف السبعة 49 في 7 9 في 7 63 7 في 4 28 28 و6 34، إذا هي 7 تكعيب. هاي مهمة تكون معروفة عندي. إذا هي عبارة عن ايش؟ 7 تكعيب على 11 تكعيب الكل مرفوع للقوة ثلث، لأن الجذر التكعيبي بنكتب هذا المقدار كأنه أس واحد مرفوع للقوة ثلث، الآن وزع الأس فبصير 7 أس 3 ضرب ثلث على 11 3 ضرب ثلث ويساوي 7 على 11، انتهت المسألة. يلا اللي بعديها يعني أتوقع مش صعبات بس بدين شوية تركيز وبدين شوية حفظ صراحة. نفس الكلام هون ممكن أضرب الأربعين في الخمسة وعشرين، ها أربعين ضرب خمسة وعشرين بيطلع ألف، إذا هي كأنها هاي الجذر التكعيبي للألف وأنا حافظه بيطلع عشرة، انتهى السؤال. طيب خلينا نرجع نعيد حل السؤال مرة ثانية بس نستخدم الأسس. يلا الأربعين بقدر أكتبها ثمانية في خمسة، شو كيف بحلل أنا؟
عدد أولي في عدد. الثمانية هي عبارة عن اثنين أس ثلاث ضرب خمسة، هاي أول واحدة. إذن هاي كأنها صارت اثنين أس ثلاث ضرب خمسة، الكل مرفوع للقوة ثلث، هاي أول واحدة، لأنه يعني الجذر التكعيبي يعني أس ثلث، هيك هيك فهمناها إحنا. ضرب، يلا يعني نرد نرجع الجذر الخمسة وعشرين. الخمسة وعشرين هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن خمسة في خمسة، يعني خمسة ترجيع. إذن هاي الجذر التكعيبي لخمسة وعشرين، إذن هي خمسة تربيع الكل تكعيب. يلا نوزع الأسس هون على هذا المقدار، فبيطلع ثلاث في ثلث، نضرب الأسس في بعض بصير اثنين أس واحد ضرب خمسة أس ثلث ضرب خمسة أس ستة، إنه هاي اثنين في ثلاث. إذا صارت الجواب خمسة، عفوا اثنين، الأول اثنين رح تيجي لحالها، هون في شيء غلط، دقيقة شوي، هاي أس ثلث مش ثلاث، آسف، هاي أس ثلث مش ثلاث، فصارت هون اثنين في ثلث صار ثلثين، هاي ثلثين، إذا صارت اثنين أس واحد ضرب خمسة أس ثلث زائد ثلثين واحد، صار اثنين في خمسة يساوي عشرة، نفس الجواب، بس إني أنا اشتغلت فيها إيش على أساس إنها أسس. يلا اللي وراها هسيات، أنا بعرف إنه 169 هي 13 تربيع، وال196 هي 14 تربيع، الكل مرفوع للقوة نص، بعدين بوزع النص على كل واحدة لحال، 13 تربيع الكل مرفوع للقوة نص على 14 تربيع الكل مرفوع للقوة نص، هون صارت 13 على 14، لأنه هاي مع هاي راح تختصر وهاي مع هاي راح تختصر، يعني مضروبهم بيطلع واحد. يلا ننتقل على الفكرة اللي وراها، السؤال اللي بعدها، شو هاي الجذر التكعيبي 729 على 64، الجذر الخامس ل 32 على 243.